وبنرجع مرة تانية مشاهدي، نهارك سعيد ومستمرين مع بعض في فقرتنا. وصلنا لفقرة مهمة جدا، وفقرة عن التمريض في مصر. يعني مهنة التمريض من المهن الحساسة جدا طبعا لكل المصريين أو لكل المرضى. مهنة بتتطلب من الممرض أو من الممرضة أن هم يكونوا على درجة عالية جدا من الاحترافية، ودرجة عالية جدا من استيعاب الحالة النفسية للمريض. كمان هنحتفل باليوم العالمي للتمريض يوم 12 مايو، ويهمنا جدا طبعا نعرف شكل الاحتفال، ونعرف تفاصيل كتير جدا تخص التمريض داخل مصر، والمطبخ التمريضي داخل مصر عامل ازاي. هيكون كل الأسئلة النهاردة موجهة لضيفتنا الموجودة معانا في الاستوديو النهاردة، دكتور كوثر محمود، نقيب النقابة العامة للتمريض ورئيس الإدارة المركزية للتمريض بوزارة الصحة. صباح الخير دكتور. صباح الخير. صباح النور، نورنا النهارده. شكرا. وعايزه اعرف بدايه كلامنا عن شكل الاحتفال بيوم العالمي للتمريض يوم 12 مايو، ان شاء الله هيكون عامل ازاي؟ وفي الحقيقه اول مره الحدث ده في مصر، ان احنا عملنا احتفالات قبل كده، لكن ما كانش الاحتفال في نفس اليوم العالمي للتمريض. تمريض العالم كله ان شاء الله هيحتفل بيومهم يوم 12/5. في الحقيقه احنا هنكرم مجموعه من التمريض المتميز على مستوى الجمهوريه. الاحتفالية عاملينها على مستوى 14 محافظة، فيهم 14 نقابة فرعية، وعلى مستوى بقية المحافظات 13 محافظة عن طريق النقابة العامة. احنا في الحقيقة عاملين دعوة للرئيس، وبنأمل ان شاء الله ان هو يحضر احتفالية اليوم ويكرم التمريض نظير مجهوداته اللي بيقوم بيها. وهيحضر ان شاء الله وزير الصحة ووزير التعليم العالي، لان احنا عندنا مجموعة من التمريض تحت قيادة التعليم العالي شغالين في المستشفيات الجامعية عدد كبير جدا. أوكي. والتمريض التابع لوزارة الصحة. في حدث مهم جدا برضو بإذن الله، يبقى أول تدشين لميثاق أخلاقيات المهنة هيصدر، هيتوزع على كل تمريض مصر في الحقوق والواجبات، وفي واجبات المريض، وفي مهارات التواصل. ده أنا يعني بعتبره في الحقيقة حدث هام في تاريخ التمريض المصري. لكن عندي سؤال طبعا مهم جدا، هو أنه حضراتكم هتوزعوا كل المنشورات دي او كل الميثاقات دي على كل الممرضين الموجودين في مصر، لكن اعتقد انه هل هيقدروا ان هم فعلا يؤدوا دورهم بشكل كويس جدا وبدرجه عاليه جدا من الاحترافيه قصاد طلباتهم المشروع اللي هم بيطلبوها، واحيانا ما بيقدروش ان هم يحصلوا عليها؟ بص حضرتك، هو زي ما ليهم حقوق عليهم واجبات. مظبوط. حقوقهم المنوط المفترض ان النقابه هي اللي بتساعدهم. حقوقهم معروفه جدا جدا، ليهم حقوق معنوية وأدبية ومالية. تمام. الحقوق المعنوية تغيير صورة المجتمع، وده برضو يعني احنا يعني بتكلم بصوت عالي بقى من خلال برنامجكم الجميل والقناة القوية. احنا عايزين نبرز الدور الإيجابي، التمريض زي ما ليه سلبيات زي أي مهنة ليه إيجابيات، تغيير الصورة المجتمعية. دي حاجة. تاني حاجة طبعا احنا ماشيين الحمد لله رب العالمين في موضوع الكادر، والمفترض ان هو يعني احنا خلصناه ومر بمراحل كبيره جدا، وهيتعرض في مجلس الشورى الحالي. ده بالنسبه للناحيه الماليه. طبعا في حاجات تانية، في حاجات زي ما احنا بنقول احنا في انفلات اخلاقي، وفي انفلات امني، محتاجين الامن، محتاجين بيئه عمل صالحه. يعني انا عايزه اقول ان الممرضه المصريه ناجحه في اي مكان في العالم، بس حضرتك وفري لها البيئه. صحيح. المناسبه لاداء عملها. مظبوط. يمكن حضرتك دلوقتي ذكرتي عن الصوره الذهنيه اللي موجوده في اذهن كل المصريين عن مهنه التمريض. فعلا في صوره ذهنيه عند كل المصريين عن مهنه التمريض ان هي مهنه متواضعه جدا، اي حد ممكن يكون ما كملش تعليمه بصوره كبيره، او ان هو ما قدرش ان هو يحصل على درجات عاليه فيدخل كليات الطب او الصيدله او فان هو ممكن يشتغل ممرض، انه اي حد ممكن يشتغل ممرض. ازاي ممكن تغيروا الصوره دي في اذهان كل المصريين؟ بص حضرتك، هو الفتره الاخيره الحمد لله هيتغير، بس مش بالنسبه اللي ترضينا في الحقيقه كهيئه تمريض. الأول التمريض فعلا يمكن من 20 سنة فاتت كانت الممرضة اللي تجيب 50% بعد الإعدادية بتخش تمريض، اللي بتجيب 140 دلوقتي لا، دلوقتي أنا عايزة أقول لك إن بيجيبوا 97% وممكن ما نقبلهمش في بعد الإعدادية. بعد الإعدادية يعني هو الكونسيبت اتغير، لكن برضو بنسب قليلة. دي حاجة. تاني حاجة احنا بنغير طبعا، احنا لو غيرنا الصورة المجتمعية، عايز اقول لحضرتك ان الثقافة المصرية نفسها تجاه مهنة التمريض هي اللي محتاجة تتغير، ودي اللي شغالين عليها الفترة دي في النقابة وفي وزارة الصحة. يعني اللي عايز يقارن صح
ما بين التمريض، يعني شوف في الدول العربيه دلوقتي، مش عايزه اقول في الدول الاجنبيه، قيمه الممرضه، الممرضه هي العمود الفقري للعمليه الصحيه. حضرتك كنت بتكلم معاكي من شويه عن المرتبات، عايز ارجع تاني. حضرتك قلتي انه من كذا سنه كان اللي بيجيب بعد الاعداديه 50% كان ممكن يخش، هل المرتبات حصل فيها كمان تطور في خلال الكام سنه اللي غيرتوا فيها الشكل العام؟ عايزه اقول لحضرتك هو يمكن اخر سنتين يمكن بعد الثوره، مش المرتبات دي مرتبات دوله ما اتغيرتش، ولكن الحوافز وقيمه النبطشيه كانت حاجه كده زاهده جدا جدا جدا، ما تقابلش ربع المجهودات اللي بتقوم بيها التمريض، وما زالت احنا يمكن عدينا شويه، يمكن رفعناها شويه بس مش بالنسبه المرضيه، لكن بنامل ان شاء الله ان من خلال الكادر اللي هيطبق باذن الله مرحليا، هيبدا اول مرحله، ودي انا بنشد برضو وزاره الماليه ان هي تساعدنا شويه، لان في تسرب كبير جدا جدا من المهنه، وفي عجز شديد في التمريض، محتاجين عوامل جذب، محتاج احافظ على التمريض المصري ما يسافرش الدول العربيه وما يروحش القطاع الخاص، او نغطي على الاقل القطاع العام والقطاع الخاص. طبعا لان المرتبات شيء مهم جدا، بيديهم دافع كبير قوي ان هم يقدروا يشتغلوا بذمه وبضمير، وان هم يقدروا يعني يبقوا لا هم بيشتغلوا بذمه في الحقيقه وبضمير، لكن هم محتاجين تشجيع اكتر، محتاجين أكيد. تقدير اكتر. اكيد لانه هم انت زي ما انت بتقولي هم امناء على صحه بالزبط. كل المرضى اللي موجودين تحت ايديهم او موجودين جوه المستشفى طبعًا. ده محتاج طبعًا. منهم قوه احتمال طبعًا. كبيره جدا طبعًا. وصبر طبعا ووقت ومجهود، فاكيد ده لازم يقابلوا بالناحيه الثانيه مرتبات تبقى قد المسؤوليه. هل في استراتيجيه جديده او تطوير في الاستراتيجيه الحاليه للتمريض حاليا؟ طبعا في الحقيقه يعني وزاره الصحه مع النقابه عاملين استراتيجيه، يعني بدانا فيها اول محور فيها اللي هو تطوير تعليم التمريض، يعني احنا ان شاء الله هيجي علينا وقت من الاوقات مش هنقبل التمريض بعد الاعداديه، بعد الثانويه العامه، ودي عشان نقدر نواكب الدول المتقدمه وتوصيات منظمه الصحه العالميه. تعليم التمريض، تعديل وتحديث المناهج التعليميه، تدريب القائمين على العمليه التعليميه. هي ما بتتجددش كل سنه او ما بيحصلش فيها؟ لا في الحقيقه هي كانت شويه الى حد ما كانش حد بيهتم بيها، لكن احنا بدانا نفتح الموضوع من سنه تقريبا، وباذن الله يعني بالنسبه للتعليم العالي في الحقيقه هو من 13 14 قبول، هو عنده 20 مدرسه القبول بعد الثانويه العامه، بالنسبه لوزاره الصحه تدريجيا لان عدد المدارس كبير. عدد الممرضات والممرضين في مصر تقريبا عددهم قد ايه دكتور كوثر؟ الاكتوال الفعلي دلوقتي 204,000، هو قوه يعني كبيره جدا على جدا على مستوى الحكومه والقطاع الخاص. دول المسجلين تمام. ازاي بيتم التعامل مع الاعتداءات والانفلات الامني اللي كان حاصل من بعد ثوره 25 يناير على المستشفيات والممرضات، والقصص اللي كنا بنسمعها كتير قوي الحقيقه عن الاعتداءات جوه المستشفيات، بيتم التعامل ازاي مع المواقف اللي زي دي؟ هو في الحقيقه هو الاعتداءات برضو مش على الممرضات بس، يعني هو على الفريق الصحي كله، يعني اللي بيدخل في الحقيقه ما بيلاقيش مش بس بينقي الممرضه وبيعتدي عليها، فهو على الفريق الصحي. في الحقيقه هو برضو وزاره الصحه عملت اتفاقيه مع وزاره الداخليه، وفي امن دلوقتي موجود في المستشفيات. طبعا انا عايزه اقول لحضرتك ان يعني السلوك بقى يعني هو اللي شويه الناس بتبقى راحه مش متحمله، لو يعني لو ما حصلوش على الاهتمام سريعا على الاهتمام سريعا، يعني انا عايزه اقول لحضرتك على حاجه، ممكن يخلصوا الخناقه داخل استقبال المستشفى ويكسروا الدنيا. شفنا ده في نوع تاني لو راحوا مثلا لقوا حاجه مش موجوده، فطبعا بيضطروا ان هو برضو يحصل انفلات امني، ينفعل طبعا. دي حاجه. تاني حاجه في الحقيقه احنا برضو شغالين في النقابه بندي مهارات تواصل للتمريض كله، يعني بنقول لهم نكون صبورين اكتر، نستحمل اكتر، المريض بيجي عايزين نعذر اهله، عايزين عاملين بوستر برضو رسائل بنبعتها للمجتمع والمريض والمترددين، بنقول لهم حافظوا على الفريق الصحي وحافظوا على هيئه التمريض، وفي نفس الوقت بنقول لهيئه التمريض المريض ده ممكن يكون ابوكي اخوكي، احنا كلنا معرضين ان احنا نتحط مكان المريض فنستحمل شويه. هل في اعتداءات حصلت مؤخرا ولا بدات؟ لا الحاجات الشائعه اللي احنا هو طبعا خفت كتير طبعا. يعني الحمد لله خفت الى حد ما. طب ازاي بتتم تعامل النقابه مع الاعتداءات او مع الشكاوي اللي جايه من قبل الممرضات، سواء من اعتداءات لفظيه او من اعتداءات تحرش من طاقم العمل او من اي حد؟ في الحقيقه برضو من الحاجات الحمد لله اللي احنا عملناها لما مسكنا النقابه، احنا عندنا مستشار اعلامي وعندنا مستشار قانوني وعندنا مستشار من النيابه
الاداريه، فالمستشار القانوني في الحقيقه قايم باي شكاوى بتيجي بتتحول له وهو بيتابعها وبنقدر نحل اغلب المشاكل. بنلاحظ انتشار الممرضات الاجانب الحقيقه الفتره الاخيره دي في المستشفيات، طبعا القطاع الخاص مش الحكومه، لكن ملاحظين انه الممرضات الاجانب موجودين وبشده وبكثره في المستشفيات القطاع الخاص. هم مش منتشرين. مش منتشرين؟ لا، هو في عدد عدد، لا يعني عايزه اقول لحضرتك ان اخر مره لان انا عضوه في التراخيص ومعادله الشهادات في وزاره الصحه. تمام. فاللي عندنا المسجلين 360 فقط وبيجددوا على مستوى القطاع الخاص، ومستشفيات بعينها معروفه. أوكي. لكن ان شاء الله رؤيه النقابه الفتره الجايه ان احنا هنحاول نقلل، انا مش عايزه اقول لك نمنع، احنا هنقلل العدد لدخول الاجانب مصر. وهنتفق مع المستشفيات الخاصه اي كوادر محتاجينها النقابه هتوفرها لهم بالمواصفات اللي هم عايزينها، كوادر مصريه. يعني احنا شغالين في مرحله تاهيل الممرضات المصريات لتطوير ادائهم. والممرضات المصريات اللي بيروحوا بره مصر عشان يشتغلوا في التمريض الخارجي، ايه مؤهلاتهم؟ يعني ليه، ايه اللي بيخليهم ما يقعدوش هنا في مصر؟ ايه اللي بيخليهم هناك يستقبلوهم عشان خاطر المؤهلات او عدد المهارات اللي عندهم؟ بصي، عايزه اقول لحضرتك هي ميزه مش عيب، يعني انا بالعكس ده انا عايزه فلبين، يعني فلبين ماشيه بسياسه رائعه جدا جدا، بتزود سنويا عدد الخريجين عندها عشان تقدر، ده بالنسبه لهم استثمار، تقدر تغطي بعض الدول. احنا بالنسبه لنا بالعكس، انا على طول اقول احنا عايزين السوق العربي والسوق الخارجي يطلب ممرضات مصريات عشان حتى الايمج بتاع المهنه وعشان صوره مصر في الدول. طبعا هم ما بياخدوش اي حد، يعني طبعا الممرضه لو مش مؤهله علميا وفكريا وعمليا مش هتسافر بره. طب قولي لي يا دكتور كوثر، هل بيحصل دورات تدريبيه للممرضات والممرضين داخل مصر بصوره يعني فوريه او بصوره ما هو انا عايزه اكمل لحضرتك بقى الاستراتيجيه. انا اتكلمت على محور التعليم، تاني حاجه محور التدريب. احنا شغالين في النقابه وفي الوزاره، النقابه عاملين قاعده ثابته، كل تمريض مصر ان شاء الله خلال باذن الله من سنتين لثلاثه هيعرفوا مهارات التواصل وهيعرفوا انعاش القلب الرئوي واخلاقيات مهنه التمريض زائد التخصصات. بمعنى ايه زائد التخصصات؟ يعني انا شغاله في الغسيل الكلوي لازم ابقى عارفه المهارات الاساسيه في الغسيل الكلوي، شغاله في الرعايه المركزه لازم ابقى حاصله على المعلومات والمهارات اللي تكفيني ان انا اقوم بادائي في الرعايه المركزه، ونقيس على بقيه التخصصات كلها. وزاره الصحه في الحقيقه برضو عامله خطه خمسيه ليها تارجت معين بتغطيه من التدريب، سواء كان تدريب على راس العمل في فريق بيروح يدرب في المستشفيات والوحدات، او عن طريق المستشفيات المتميزه والمراكز المتميزه. عندنا مركز قومي للتدريب، هو يعني عايز اقول لحضرتك مستشفى نموذجيه للتدريب على كل حاجه فيها جميع التخصصات. وعندنا مستشفيات زي مستشفى دار الشفاء ومعهد ناصر طبعا حاصلين على الجوده، بنجيب ممرضات وبندربهم عملي في الاماكن المتميزه. يعني احنا بنستغل في الحقيقه كل طرق وقواعد التدريب عشان نغطي اكبر كم بجوده معينه لهيئه التمريض. طيب احنا اتكلمنا عن الشكاوي من قبل الممرضات، طيب الشكاوي اللي من قبل الموجودين في المستشفى رايح يتعالج في المستشفى، لو عنده اي شكوى ضد اي ممرضه وجي قدمها للاداره في المستشفى، هل بيحصل يعني تجاهل؟ هل بيحصل الاهتمام بالشكوى دي ولا لا؟ لانه ده كمان بيحد من او بيحجم من عدد الشكاوي او من طبعًا عدد من طبعًا عدد الاهمال من قبل الممرضات. عايزه اقول لحضرتك على حاجه، بعد الثوره كل المواطن عارف حقه فين، مفيش حد بيسكت عن حقه. بس يا ترى بقى بالعكس حقه ده بيرجع له؟ لا ده بالعكس، انا عايزه اقول لحضرتك ان ساعات يعني مش عايزه اقول ان هو بيطلب حاجات مش من حقه، لكن احنا لازم نمتص طبعا غضبه ولازم نسمع له كويس قوي، وادارات المستشفى بتنصت عشان عدم، زي ما حضرتك قلت، عشان عدم التكرار. بس مظبوط صح ده فعلا، لانه بنشوف انه كتير جدا او عامه التجربه بتقول انه الشكاوي اللي التهمه اللي بتحط في الادراج بتتفاقم بعد بتتفاقم، لانه خلاص انا ما فيش حاجه حصلت لي، فبالتالي صحيح انا بقرر نفس القرار. حضرتك قلتي انه في من اهم الشخصيات الموجوده وزير الصحه، حضرتك قدمتي دعوه لدكتور محمد مرسي ان شاء الله فيها، وكذا في شخصيات مهمه تانية هتكون موجوده. احنا باعتين باعتين من خارج مصر في الحقيقه، احنا باعتين دعوه لرئيس اتحاد التمريض العرب، نقابات التمريض العرب ان شاء الله هيكون موجود من الاردن، هو عاملين دعوه لمحافظ القاهره ومحافظ الجيزه، ودعوه لمنظمه الصحه العالميه
ومساعد الوزير وقيادات تمريريه. حلو جدا، يعني بجد بنتمنى ان شاء الله اليوم العالمي للتمريض ده يكون يوم مهم جدا بالنسبه لكلنا كمصريين. وحضرتكم لاول مره بتعملوا في نفس اليوم. صحيح مظبوط، من اول مره. لكن قبل كده كنتوا بتحتفلوا بيه امتى؟ كان بيبقى في شهر 9 في شهر 8. وليه ما تسالينيش؟ لان يعني انا شخصيا في الحقيقه عملته 22/9 السنه اللي فاتت. كان بقالي شهرين مستلمه النقابه، او كنت لسه جديده في النقابه، فما كانش ينفع نستنى سنه عشان نقول للناس شكرا، عشان نقول للممرضات شكرا. فعملناه، لكن قلنا ده استثناء السنه دي، لكن بعد كده ان شاء الله هنلتزم بكل تمريض العالم يحتفل بيومه. بس دي حاجه كويسه والله، ان احنا كمان نحتفل مع العالم كله بالتمريض المصري والعالمي وكل شيء. ودي اكيد بتدي كمان التكريمات للممرضات، دي اكيد بتديهم حافز. دي الناحيه المعنويه بقى، اللي زي ما بقول لحضرتك التشجيع المعنوي. لانه دي بتدي حافز كبير جدا كمان هما يتواصلوا عشان كل مره يبقى. وليه يا دكتور، هو الممرضات المفترض ان هما بيبقوا كاتيجوريز، يعني بيبقوا من درجات، يعني النهارده بتكون تحت قيد ممرضه معينه، بعدها بتبقى رئيس، يعني كلميني شويه عن التدرج الوظيفي. بص هيك، هو التدرج الوظيفي الحالي في الحقيقه، يعني الممرضه الفنيه بتتخرج ممرضه وبتطلع على المعاش ممرضه، لو حصل لها تدرج بيبقى داخلي، بيبقى انفورمال مش رسمي. لكن التدرج اللي احنا حاطينه في الكادر دوت اللي فعلا بيحفظ لها حقها، والمسار الوظيفي بتاعها واضح جدا، اللي هي بتتخرج دلوقتي فنيه رابعه او اخصائيه درجه ثالثه. المفترض ان هي عشان تترقى لازم تاخد دورات تدريبيه معينه، لازم تاخد دراسات معينه، لازم يكون عندها خبره معينه، وتقيم بعد كل دوت. ممكن يكون عندها شهادات كتيره جدا، بيحصل دولي. لكن شهادتها بالظبط كده، لكن الشخصيه بتاعتها مش بتؤهلها ان هي تبقى قياديه. تمام، فيعني في كذا. بشكرك يا دكتور كوثر على وجودك معانا النهارده، وكل سنه وكل الممرضات بخير في اليوم العالمي للتمريض، والتكريم ليهم ان شاء الله يتم بصوره مشرفه للتمريض. ان شاء الله. شكرا لحضرتك. شكرا جزيلا. مشاهدينا، كان معانا دكتور كوثر محمود نقيب النقابه العامه للتمريض ورئيس الاداره المركزيه للتمريض بوزاره الصحه، كانت موجوده معانا النهارده، وبنشكرها على قبولها استضافتنا في نهارك سعيد. سيبكم مع بريك صغير جدا، ونرجع مره تانية نكمل باقي فقراتنا في نهارك سعيد. استنونا.